نحن ندعو إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف، كما نحن من باب حسن الظن بأخينا المسلم أنه أقول أنت معنا في هذا، لكن يبدو أنك لست معنا. إما لست معنا تقعيدا أو لست معنا تفريعا، وأهلاهما مر، فأيهما أمر؟ ثاني أهون. خلينا نشوف نعالج هذا الأهون. أيضا بهذه المصارحة أريد أن أقول، لأنه بلغ السيل الزبا. لما؟ لأنه الآن أنت بارك الله فيك أصابك ما أصاب كثيرا من الناس في هذا الزمان، ولا تؤاخذني، لأنه موقفك هذا لابد من المصارحة والدين المناصحة. الآن يوجد ناس ركبوا رؤوسهم وخالفوا أقوال السلف وأقوال الأئمة، فجوزوا شيئا ما يعرفه العلماء قاطبة، وهو ما يسمى اليوم بالخروج على الحكام.